أن يبتعد نهائيا عن السياسة، خاصة في هذه الأيام التي نعيش فيها أحداث لا تتوقف. محمد سلطان علامة من علامات الفن في مصر، هنتكلم معاه في قضايا متنوعة ومختلفة. نبدأ بالأحداث التي تطل علينا في كل مكان، في كل محافظات مصر. الناس بتسأل إيه اللي حصل؟ هبدأ بالمنصورة. المنصورة يعني طبعا من الواضح، هتخلي بالكم، أحكام الإعدام اللي بيندد بها البعض، وهي أحكام قضائية بيندد بها البعض على اعتبار أنها أحكام إعدام جماعية، وإحنا طبعا ناقشنا ده، قلنا حينما يكون القتل جماعيا من الطبيعي أن تكون في أحكام إعدام جماعية، لأنه القاضي لن ينتقي بعض المتهمين ويصدر ضدهم أحكاما ويستثني الآخرين. لكن هتلاحظوا انه حتى الاحكام، ميزة الاحكام انها بتشكل عنصر الردع والتخويف بالقانون، مش انك تصدر احكاما عشان تخوف الغير فقط، لا، القانون واعمال القانون واعمال العدالة، يعني كل من قتل، كل من سفك الدماء، كل من حطم مؤسسات، كل من اشعل النار في منشآت لابد ان يحاسب. لما الناس تلاقي كل متهم يحاسب بهذا الشكل، هتلاقوا معدل العمليات الإرهابية ومعدل استخدام العنف هيتضاءل وهيقل. وهتلاحظوا، لاحظوا انه مع صدور احكام كثيرة في بعض القضايا، لما بدأت تصدر الاحكام، مش معنى كده ان احنا مع سلق العدالة، لا، احنا مع العدالة التي تعطي للمتهمين كل حقوقهم في الدفاع عن انفسهم. بس لاحظوا جيدا انه مع صدور الاحكام ومع الاسراع دون الانتقاص من حق المتهمين، الاسراع في العدالة، ده هيؤدي في النهاية انه العمليات الارهابية هتتضاءل، لانه كانوا بيقنعوا الناس انه اعمل عمليات ارهابية ومرسي راجع تاني وهيطلعكم من السجن. فلما يلاقي انه القضية ما بقتش انه مرسي يطلعه من السجن، وانه تصدر احكام على الفور واحكام يبقى فيها توازن بين العدالة السريعة وبين حق المتهمين، هيبتدي عدد كبير من المتهمين الذين ينتمون لجماعة الاخوان يرتدعوا. وده اهم ما في الاحكام القضائية واهم ما في العدالة. تعالوا نشوف في جامعة المنصورة، هتلاقوا في بعض الحوادث المتناثرة. إشعال النار في إحدى سيارات الشرطة أمام جامعة المنصورة. احنا كنا واقفين هنا عند الناصر ديت، واقفين عادي وبنفطر ومفيش اي حاجه، وهوب لقيت، سمعت صوت مظاهرات وكده، وناس قعدوا يقولوا هيولعهم ومش عارف ايه. ما خدتش من المنظر، ما يعني اتكلمت عادي، انا مفيش اي حاجه. لقيت ناس معديه من ورايا وبيولعوا من الهدوم وقعدوا يحدفهم، وقمنا داخلين في العماره دي بس صورتهم يعني. تمام. كانوا عددهم قد ايه تقريبا؟ خمسه سته كده اللي نزلوا، بس كان في ناس ورا، بتأمنهم؟ وفي ناس طلعت من الجامعة. كان الأسلحة اللي معاهم ايه؟ كان مولوتوف ومعاهم حاجات كده، قاعدين بيولعوا وبيحدفوا، وكان معاهم اللي هي بتاع الأفراح. الشماريخ وكده. الشماريخ بتاع الأفراح قعدوا يفرقعوها هنا برضه على العساكر وهي بتجري من البوكس. We'll be right back.
طبعا ده امام جامعة المنصورة من طلبة، ويطلع البعض يتحدث عن تظاهرات الطلاب السلمية وعن قمع الطلاب. لما يبقى عندي طلبة ينتمون لجماعة الإخوان ويشعلون النار في سيارات الشرطة بهذا الشكل، لا حصانة لهم ولا يمكن أن نتحدث عنهم كطلاب، وإنما كإرهابيين ينتمون لجماعة الإخوان. تعالوا نشوف أيضا تحطيم مكتب الأمن، مكتب أمن جامعة المنصورة تم تحطيمه والاعتداء على من بداخله. I'm not going to do it.